شهد مطار الغردقة الدولي هبوط اضطراري لطائرة مصر للطيران المتجهة إلى الكويت، وذلك بعد ساعة من إقلاعها من مطار القاهرة، حيث اكتشف ركاب الطائرة ثعبانا من نوع الكوبرا المصري السامة يتحرك داخل الطائرة. قام بلدغ أحد ركاب ما أحدث حالة من الذعر، هذا وقد تمكن الركاب من قتل الكوبرا دهسا بالأقدام، وعلى الفور تم إبلاغ برج المراقبة الجوية بمطار الغردقة بالهبوط الاضطراري للطائرة لإنقاذ الراكب وعلاجه وتفتيش الطائرة وتعقيمها قبل